مرة من المرات كنت بوعظ يوم جمعة، يعني قبل البطريركية، فدايما يوم الجمعة كان في الكنيسة يبقى فيه آباء وأمهات عشان ولادهم مدارس الأحد. فوانا بقول العظة قلت قصة كده بسيطة خالص، يعني ابنك لما يجي يصلي ويقول أبانا الذي في السماوات، بدل السماوات الميم والنون يعني قريبين بعض، ما تقولوش غلط، قل له تعالى نقولها تاني، وضح الحرف. فبعد ما خلصنا القداس لقيت واحد جاي يقول لي: هو انت كنت وانا بالليل امبارح؟ قلت له: لا ما كنتش موجود وياكم، ايه اللي حصل؟ قال لي: الواد كان بيصلي فقال ابانا الذي في السماوات، رحت لطشه قلمين قلت له اتخمدناه. ايه رايكم بقى؟ الواد ده هيطلع ايه بقى ان شاء الله؟ اقعدوا بقى تخيلوا كده، الواد ده هينسى الحكايه دي؟ مش ممكن. كويس؟ ده في الصلاه، ده في العباده. شوف مقدار المأساة اللي يسببها أب بالشكل ده لابن صغير. فهنا الأب هو معلم، هو قالها السنوات، عدها وياه قول وحرفها ببساطة شديدة. طب غلط فيها 20 مرة، هي يعني لما يبقى 21 مش هتفرق. يرشد، حط مبادئ. يعني مثلا بنتعلم في البيت ان احنا ننام بدري عشان في مدرسة الصبح مثلا، مبادئ. ما مثلا الكمبيوتر او اللاب او الموبايل او الحاجات الجديدة ده، هي مثلا لها وقت، لها مثلا ساعتين، لها ساعة، لها مثلا خميس وجمعة. لازم الاب يعلم، ده دورك. ما هتطلع انسان ازاي؟ وما تنساش عالي الكاهن وهو بيت كاهن، ولكنه أهمل في تربية ولاده. طيب قل لي بقى إزاي أكون أب صح في بيتي؟ أنا دلوقتي عندي ولادي ربنا يخليهم، وبناتي ربنا يخليهم، وزوجتي، وأنا الأب بقى في البيت. أنا متجوز بقالي كذا كذا سنة، ويعني عايز اشوف ولادي يطلعوا حلوين كده، وعايز اكون اب مثالي. هقول لك على الروشته الحلوه. 1، قدم الله لاسرتك. الله العظيم قدمه بصفاته طبعا لاسرتك بالكلمه المقدسه، بالتعليم. 2، قدم أسرتك لربنا. افتخر بقى بأسرتي، ده زوجتي وده ابني وده بنتي، دي أسرتنا، قدمهم لربنا. 3، قدم لهم أغلى حاجة. ايه بقى أغلى حاجة دي؟ انت مش عارف الأزمة الاقتصادية والأكل في ايه والشرب في ايه وأسعار الطاقة ايه والأخبار ايه. لا، أغلى حاجة أغلى من الحاجات دي كلها. أغلى حاجة تقدمها لأسرتك، لولادك طبعا، زوجتك، الوقت. أثمن عطية تقدمها لولادك هي الوقت، مفيش أغلى من كده. تقعد وياهم، تلعب وياهم، تتكلم وياهم، تتواجد معاهم، ما تنشغلش عنهم، تشاركهم، تتعاون وياهم. يلا بينا مثلا هنرتب المكتبة دي، انا عندهم شوية كتب كده، يلا بينا نرتبها مهما كان العمل اللي بنعمله.